الطواف ننقل له ترتيبه. الأصل أنه عندما يأتي يطوف يضع طرف الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء فوق كتفه الأيسر، يعني يكشف الكتف الأيمن ويغطي الكتف الأيسر، هذا السنة فقط في الطواف. Ең бірінші сүннәт болып тұр айны, ирақларға қағыла, біз иқрамның ридасын үскөлі үшінінде оң яқ желкәбізіні ашырға тиеш біз, хан шының риданың қырыйынынды сол яқ желкәні қапларға тиеш біз. Бұл сүннәт болып тұр айынды. Юсриғ філ ашуат ас-саласа л-оуля. Ең бірінші үш әйләнуді біз адымларымызды тездетірге тиеш біз. يستقبل الحجر يبدأ من عند الحجر الأسود. قرطاشتن باشلي بس طواف قلنا. نعم يكبر يده اليمنى يقول بسم الله الله أكبر ويشير إليه. إن برنشة أم كل بلانين ده قرطاش كورسات بسم الله الله أكبر. يجعل البيت دائما عن يساري عن شماله. هر وقت تدا بزن كعبة الله سول يقتن بلغتيش. من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود هذا شوط واحد. قرطاشتن علب قارة تشقى كليب جيت كنشيند بو بر أيلانو بلا في الطواف ماذا يقول؟ طواف تنر سيتابس يذكر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نذكر يتابس يستغفر يقرأ قرآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى نغفو سريبس استغفار قلابس قرآن وقيبس پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلوات يتابس بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول هم يمن düşmağından alıp qara taşqa xəplik aytabız. Yustahabban yaqul hadihi al-aya. Mustahab bulub turaş o şayətni aytun. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Bu ayətin mənasını ey Rabbim bura Allah bu dünyada da həm axirətdə də bizgə yaxşı izgi əməllər birsən dedi. Na'am. Wasal lil-hajar yukabbir bismillah Allahu akbar. وصل إلى الحجر الأسود يكبر بسم الله الله أكبر. قرأت أشقى بارب جدكشند تعن بسم الله الله أكبر. نعم. وهذا شوط الثاني الآن بدأ فيه. بو يكشند أيلان بلاش. حتى ينتهي للشوط السابع. حتى جد تبقر أيلان الشيخ. يكبر عند بداية الشوط. هر وقت تدا قرأت أشنا وزب باشلاغاندا شوش سوزلر نيتابس. إذا انتهى من الشوط السابع لا تكبير عند حجر أسود. اگر ده جد تقر ايلانو ده بتسك تقتصاغين ده تكبير ايتمي بس قلارنا كتالي بشارات قلبي بهذا انتهى الطواف. شنون بلان طواف اغز بتا يصلي الآن ركعتين. شنون صنين اكرا قاد نماز وقيم سنة الطواف. طوافنا سنة لاره. لكن يبتعد عن الأماكن التي فيها الناس. كشلر كوب بلغان جردان يراق بلغاي كيرك. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. إن برنشة ركعتة فاتحة دانسا كافرون سورة نقص النبض. ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. فاتحة دانسا عند إكنشة سورة قل هو الله أحد يعني إخلاص سورة سورة راتير.